السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي مساحه المهاجرين. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديوهات ديالي، وتحياتي لكاع الناس اللي الله تحققت بينا في القناه، والناس القديمه حتى هي ما نساوهاش، تحيه كبيره لكم. طبيعه الحال كما كل نهار ولفتكم كنجيكم باخر المعطيات فيما يخص تطورات الوباء في اسبانيا. واليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الاخوات كيسولوني عليه، ولكن قبل ما ندوز لك الموضوع هذا غادي نعطيكم المعطيات هي الاولى باش اللي ما كيهموش هذا الموضوع ما يسينش في الفيديو ويشوف غير الامور اللي كتهمو. طبعا الحال الفيديو هذا الموضوع هذا اللي غادي نهضر عليه هو داك الطلب اللي كيطلبوا مني بزاف ديال الاخوات وحتى الاخوان، ولكن الاخوات اكثر، على شي وباء اللي كيقول لك غادي يقيس الدراري الصغار وغادي يقيس الدراري الصغار. وما عرفتش حتى انا الاخوان عندي بنيته، وتا انا بحالكم يعني كنخاف على بنتي وبزاف ديال الامور، ولكن هاد الامر هذا راه سمعتو انا تقريبا هذه اكثر من اسبوع، وعارف يعني اكثر تاع من في الاوائل فاش بدا هذا الوباء هذا، سمعت هذه القضيه هذه، وهذه اكثر من اسبوع بس سمعت بان انجلترا بين قوسين قالت لك غادي دير يعني بحال كنقولوا كتعلم العالم وكتعلم منظمه الصحه العالميه بان راه كاين واحد الوباء بلا 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 بلا, بلا. مهم ما عليناش. انا حتى انا عندي بنتي، وانا بحالكم حتى انا كنخاف على بنتي وما كاينش اللي غيحس بكم بحالي. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، غادي نعطيكم المعطيات وغادي نهضر لكم على هذا الموضوع هذا. اول شيء الحمد لله كما كنت كنقول لكم وكما بديت معاكم هذه الفيديوهات هذه من الاول ديال التطور ديال هذا الوباء هذا في اسبانيا، وانا كنعطيكم المعطيات وكنعطيكم بايجابيه، والحمد لله ربي ما خيبناش وما خيبش الظن ديالنا، مع ان بعض المتابعين مثلا كانوا كيشوفوا يعني فيديوهات بلايص اخرين، ولا كيشوفوا اخبار، ولا كيشوفوا بعض الامور اللي كتخليهم يتشائموا، كانوا كيدخلوا كيديروا تعاليق، وانا كنت كنخلي لهم التعاليق ديالهم يبانوا، وماشي مشكل يعني انا عارف انا حاسب الانسان الله يحسن العوان، يعني كيشوف امور اخرى وكيجي كيقول هذا خينا راه كيخربق علينا هنايا، كيهضر بهذ الايجابيه كامله والناس كتموت. الناس هذه كاينه الاخوان، الناس كانت كتموت، وحتى شي واحد ما يقبل ان الناس تموت، ولكن اللي ما كانش صحيح هو ان الانسان كيقول لك علاش وزاره الصحه كتخبع. ما شنو غادي تخبع وزاره الصحه؟ الا كانت اسبانيا اكثر دوله تاثرات، شنو خبعت عليكم وزاره الصحه؟ بزاف ديال الناس يعني دماغهم دغيا كيمشي مع الاشاعات اللي كتطلق، مع بزاف ديال الامور. راكم عارفين بان راه كاين احزاب اللي ما حملتش هذه الحكومه هذه تطلع، ما حملتش الحكومه هذه تكون، فهذه هي الفرصه ديالهم انهم يخرجوا يعني اشاعات بحال هكا باش يطيحوها، وراه وصلوا لهذا الشيء هذا. يعني راه الراي العام الاسباني يعني كامل مقلق على الحكومه، كيقول لك راه كانوا كيخبعوا علينا المعطيات. اش من المعطيات كيخبعوا عليك؟ علاش كيخبعوا عليك المعطيات؟ الا كان فاش كنت كنقول لكم راه اسبانيا فيها 9950 حاله وفاه، كيقولوا الناس راه لا راه كيكذب راه كثار، يعني هي ذاك القضيه نتاع انه يقول لك كثر راه كثر. ودابا انتم كتشوفوا كانت 950 الف حاله حاليا، انا نقول لكم المعطيات كامله بالتفصيل ولاش وصلت اسبانيا في هذه الوقيته هذه. Las muertes por coronavirus en España se mantienen estables con 276 casos nuevos. كانت من 950 حاله في 24 ساعه هبطت دابا 276 حاله. ما تنساوش ان دور العجز حتى هما اثروا على نسب الوفيات اللي طلعت في اسبانيا. هذوك حتى هما ناس، وحتى شي واحد ما غيبغي عليهم انهم يتوفاو، وحتى شي واحد ما غادي يبغي يسمع ان ولو روح وحده يعني مشات بسبب هذا الوباء هذا. ولكن ما تنساوش ان الوباء هذا كيأتاكي الناس الكبار بزاف، واسبانيا كانت فيها واحد النسبه نتاع الشيخوخه اللي هي عاليه بزاف، وهادشي كله عارفينه، وهادشي كله جايين كنقولوه قبل ما يكون كاع الوباء وقبل ما تكون حتى شي حاجه. فلهذا راه عادي يعني واحد المرض اللي كيهلك كي كي الناس اللي عندهم المناعه قليله، الناس اللي كبار في العمر، راه غادي الدوله اللي عندها نسبه الشيخوخه طالعه غتكون فيها نسب الوفيات عاليه. هادشي هذا يعني عادي، يعني خص ضروري يكون، ما يمكنش ان واحد الدوله فيها عدد يعني الناس ديال اللي كبار في العمر كثار وغادي يكونوا الوفيات قليله. انا نعطيكم غير مثال ما بين المغرب وما بين اسبانيا. حاليا المغرب فيه 4000 وشي حاجه، 4000 وشي حاجه، فاش اسبانيا كانت واصله ل 4000 كونتاخيوس كانت كتخرج يعني حتى 100 وفاه في النهار تقريبا. فاش كانت وصلت 4000 كونتاخيوس كانت كتخرج تقريبا، كانت كتخرج 80 وفاه 70 وفاه. شوفوا المغرب دابا شحال كيخرج في النهار، البارح خرج وفاه وحده باش نتفاهموا. لان علاش؟ لان الناس اللي كاينين في المغرب يعني العمر ديالهم ما كيتفاوتش، يعني ما كيفوتش يعني حتى نسب الحياه عندنا في المغرب يعني ما كتفوتش 70 سنه تقريبا بحال هكاك. يعني لا ميديا اللي عندنا يعني ما عندناش الناس كبار بزاف بحال هنايا،
الناس كتعيش بزاف. يعني راه كتلقى السيد عنده 95 سنة 100 سنة، ورغم ذلك كاين الناس اللي عندهم 95 سنة وهذه وراكم شفتوهم دخلوا العناية المركزة واستطاعوا انهم يخرجوا يعني بخير وعلى خير وما فيهم حتى شي حاجة. ماشي هذا الشيء، هذا ماشي غير كيتعلق بالإيجابية، انني كنبغي نوصلكم الإيجابية وكنبغي نوصلكم امور إيجابية، وني حتى بالمنطق يعني نجي نهضروا حتى بالمنطق راه هو هذا. الحمد لله الوباء مسيطر عليه، وانا غادي نقول لكم علاش الوباء مسيطر عليه وعلاش اسبانيا راه كتخرج يعني تدريجيا من هذه المحنه هذه. كما قلنا 276 حاله وفاه في 24 ساعه، وهذا الشيء هذا اللي كيمثل واحد الانخفاض ما بين اليوم والبارح اللي كان 281 حاله وفاه. والكونتاخيوس ريخيسترادوس يعني في النهار يعني في هذه 24 ساعه الاخيره كيتمثل في 1147 1147 كونتاخيو، والناس اللي برات يعني الناس اللي تشافات هي 2570، بما يمثل توتال ديال الناس اللي تعادات بالوباء، يعني توتال الناس اللي تعادوا بصفه عامه 216582. الناس اللي تافكتات تعافات منهم تشافات منهم 117248، يعني كنهضروا على اكثر من نصف ديال الناس اللي تقاسوا بالوباء هنا في اسبانيا تشافوا، ومنهم يعني 25100 توفات، واللي باقي راه باقي اكتيفو. هادشي اللي كاين يعني هاد 216582 راه اكثر من نصف ديالها ما بقاش فيه الوباء، يعني ما حاملش الوباء، كثروا بزاف من النص ديالها ما حاملش الوباء. يعني المعطى اللي هو ايجابي بزاف هنا في اسبانيا هو ان 117248 انسان اللي قدر يتجاوز الوباء، يعني اكثر من نص نتاع الناس كاملين اللي تعادوا، يعني وصلوا اكثر من نص نتاع الناس اللي تعادوا، ومازال غيتشافوا منهم الناس ان شاء الله، لان نسبه الناس اللي كتشافى طالعه بزاف في اسبانيا. وكما قلت لكم هذا ما كيبين على ان الوباء يعني بدا كيفقد القوه ديالو مع الدخول ديال يعني ما كناش كنشوفوا 2570 ديال الناس كتعافى في نهار واحد، مع انه كان نفس تقريبا جايبين دابا تقريبا في نفس الرانكو ديال الكونتاخيوس ديال 216000 213000 214000 جايبينها هذه تقريبا واحد 15 يوم. حنا ما كنفوتوش يعني غادي في نفس لاحو كتزيد واحد شي شويه، يعني كتزيد بواحد شي شويه، بحال دابا كما شفتوا زاد 1147 وتشافات 2570، يعني الناس اللي كتشافها اكثر بزاف من الناس اللي كتقاس بالوباء. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم ان حاليا اسبانيا غاديه في الطريق الصحيح ان شاء الله باذن الله، والا استمرت بحال هكا غير هو الانسان يرد البال، يعني باش ما باقيش هذا الوباء ينتشر غادي نبداو نخرجوا تدريجيا من الحجر الصحي. ما الاخوان كنعاود نقولها لكم الله يرحم والدينا، ماشي غير ايجابيه وصافي، هذا منطق، كنهضروا بالمنطق، الا جينا نشوفوا الامور بالمنطق ديالها راه هي هذه. غادي ندوزوا دابا لذاك الامر اللي بزاف ديال الاخوات خلاو التعاليق، وانا اقسم بالله العظيم الا عرفوا راه مده هذه وانا عارف هذاك الامر هذاك، وكنتفادى انني نهضر عليه، لان الانسان انسان يعني عنده يعني كيهم كيهز الهم كيخمم الفلوس كيخمم الازمه كيخمم بزاف ديال الامور، وتجي تقول له لا راه حتى الدراري كيموتوا راه عندكم راه هادي، علاش غادي نجي نبقى نخلع في الناس؟ البارح كنقول لكم تقريبا شي 20 تعليق اللي كلشي كيقول لي هضر على هذه القضيه هذه، هضر على هذه القضيه هذه، هضر على هذه القضيه هذه. بطبيعه الحال هذا امر كاين وسمعناه وهذا الشيء بصح يعني كاين، ولكن شحال ديال الاطفال تقاسوا في انجلترا؟ تقاس 20 طفل، وشنو هما الاعراض دي؟ واش مات شي طفل؟ ما مات حتى شي طفل، وشنو هما هاد الاعراض؟ اصلا في الاول فاش بدا هاد الوباء ديال الكورونا فيروس الدراري ما كان كيطرى لهم حتى شي حاجه، وكلنا يعني كاع اللي عندنا اللي عنده الوليدات راه قال اللهم لك الحمد، اللهم فينا حنا اللي كبار ولا في وليداتنا، وهذا الشيء هذا راه معروف، حنا اللي عندنا وليدات كنخافوا على وليداتنا بزاف، بالاخص هذا الجيل هذا ديالنا حنا كيخاف على ولادو بزاف، وانا عندي بنيته ونفس الشيء، يعني كنخاف على بنتي لواحد الدرجه لا تصور، ولكن في الاول وفي الاخر لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يعني هذا الشيء هذا راه معروف، يعني الا جينا نشوفوا المنطق راه الا كان مكتب لذاك الوليدات ديالنا شي حاجه راه غادي نشوفوها في الدنيا، غادي نشوفوها، ما كاينش يعني لا هروب من هذا، فهمتوا كيفاش؟ ولكن اجي نشوفوا المنطق عجبني شنو كيقول، شحال ديال الدراري تقاسوا في هذا الوباء هذا؟ تقاست 20 واحد، وانا كنقول هو يعني غير بعد الاعراض ديال الكورونا فيروس كتبان في الدراري بهذه الطريقه هذه. كان نقول لكم علاش، لان انا قبل اصلا حتى ما تهضر انجلترا عليها كان واحد الصديق ديالي سميتو صلاح تحياتي ليه، راه عنده واحد القناه حتى هو في اليوتيوب، وكنهضروا بعض المرات صلاح بيلباو،
تحيه ليه، كصيفط لنا واحد التصويره تاع واحد الدري صغير يعني حمرت ليه رجلو، خرج له واحد الحموريه في رجلو بحال هبطت رجليه، وقال لنا ودي ردوا البال راه الدري الصغار كاين فيهم اللي هاد الوباء هذا كيأثر عليهم بهذه الطريقه هذه. حاليا اكتشفوا بعض الحالات، يعني هي كانت 20 حاله، كانت 20 حاله بالضبط في انجلترا نتاع الدراري اللي وقع لهم احمرار في الجلد ديالهم، وقع لهم هبوط يعني في الضغط الدموي، وقع لهم بعض المخلفات اللي دايره بحال هكا. ف يعني خصهم تعرفوا بان العالم دابا حاليا كيواجه واحد الكارثه يعني طبيعيه جايه من الطبيعه نورمالمون، واخا ما عرفناش واش هذا الشيء هذا مصطنع ولا لا، لان كاين بزاف ديال الاخذ والعطاء. المهم حنا غنسميوها في الطبيعه، غنسميوها في الطبيعه ونقولوا الانسان بصفه عامه كيواجه واحد الكارثه طبيعيه اللي هي واحد الجائحه اللي كتضرب العالم. دازوا بزاف ديال الامراض في العالم، داز الجذام، داز بوحمرون، داز الكوليرا، داز الملاريا، داز بزاف ديال الاوبئه اللي داز في العالم، وكانت كتقتل بواحد الحده اكثر من هذا الوباء هذا، لان هذا الوباء هذا كي اتاكي الجهاز التنفسي، وهذوك الاوبئه الاخرى كانت كتاتاكي بزاف ديال الامور اللي هي صعيبه بزاف في الجسم ديال الانسان، وكان الانسان ما كيقدرش يقاومها، قليل اللي كان كيقاوم داك الاوبئه هذيك، واللي كان كيتقاسم كيموت. يعني حنا هنايا كنهضروا على كاين واحد الامل نتاع ان الانسان يتقاس وما يطرى ليه والو. فلهذا كنقول لكم الدراري الصغار الحمد لله ما تخافوش عليهم، ما تخافوش، لان الانسان اصلا ما خصوش يخاف، لان راه الا جينا نامنوا بالقضاء والقدر، راه الا كان الانسان عارف بان راه مكتب ليه بواحد النهار غيتوفى لا هو لا وليداتو لا كاع الناس اللي عزاز عليه، راه خاصها تكون عندنا يعني في دماغنا عارفين هذه القضيه هذه، يعني لا انت لا وليداتك لا كاع الناس اللي عزاز عليك راه غادي يجي واحد الوقيته وغادي يسالي تالي الحياه بصفه عامه. دونك الا غير فكرنا بهذا المنطق هذا راه الانسان غيبقى عايش اخر لحظه في حياتك، اخر لحظه في حياتك غادي تعيشها وغادي تمتع بها، لان الموت آت لا مفر منه، يعني غادي نعيش، انا غادي نعيش حياتي. وحاجه وحده كنقول لكم ما تستبقوش البلاء، لان الا استبقتي البلاء الا بقيتي كتقول واه غادي يجي واحد المرض يقتل ولادي، واه غادي يجي واحد المرض يقتلني انا، واه غادي تجي الازمه الاقتصاديه وغادي نموتوا بالجوع، الا بقيتي كتستبق البلاء غادي تعيش معذب دابا، لانك دابا كتفكر في البلاء غادي تعيش دابا معذب، غادي تعيش تعذب في الوقت فاش يجي البلاء، وغادي تعيش معذب من مور ما يدوز البلاء. ففين ما احسن نعيشوا الحياه ديالنا مزيانه ونتفائلوا ونعيشوا مزيان في هذه الوقيته هذه، وإلا جا البلاء نواجهه ديك الساعات بالطريقه اللي خصنا نواجهه بها، ومنين يفوت نساوه. اما الا بقينا كنفكروا في البلاء وكنسبقوا البلاء غادي يوليو عايشين معذبين دابا ونعيشوا معذبين فاش يجي البلاء، ونعيشوا معذبين مور ما يمشي البلاء، لان غيبقى لنا في دماغنا، لان دماغنا ما كينساش. فهذا الشيء بغيت نقول لكم الاخوان، نتمنى تكونوا فهمتوا يعني وجهه النظر ديالي، انا راه عارف هذا الموضوع هذا ما بغيتش نهضر عليه من قبل، يعني باش ما نخلقوش داك الخلعه وداك الهلع عند الناس، لان راه اعز ما عندنا هي الكبد ديالنا، هي وليداتنا اعز ما عندنا، يعني ابناؤنا فلذا كبادنا تمشي على الارض. الا جيت عندكم بغيت كنقول لكم هذه الهضره هذه، انا غادي غير نمرضكم وغادي غير ندخل لكم كما قلت لكم، غادي نستبقوا البلاء. الا كان حتى اسبانيا مازال ما سجلش فيها حتى شي حاله، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا، انجلترا علمت على ان راه كاين 20 دري كيقولوا، وما نعرفش الله اعلم واش الكورونا هي اللي دارت هذا الشيء هذا ولا شي مرض خور يعني قاس هاد الدراري هادو، وهما بقاو يعني كي 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 ريلاسيونيوه بهاد الوباء هذا، الله اعلم. فلهذا نعيشوا حياتنا وما نستبقوش البلاء، وان شاء الله باذن الله تكون ثقتنا في الله كبيره، وغادي نخرجوا كما قلت لكم ما غيفوت رمضان ان شاء الله باذن الله، حتى غيكون هادشي كامل كان بحال الحلم. كان معكم سفيان مرزوق من قناه سفيان مرزوق في مساعد المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، والسلام عليكم.